أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. إن شاء الله في سجود التلاوة في الركعة الأولى من الصلاة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله أكبر. ربنا أني أقيم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الله أكبر. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن غديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك فضل شر ما قضيت اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغني عبادك الفقراء وبارك لعبادك الأغنياء اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم أخرجنا من الدنيا على كلمة التوحيد
اللهم أخرجنا من الدنيا على كلمة التوحيد، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن وابعثنا على القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اهد نساءنا واستر بناتنا واستر أعراضنا واقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم رد كل غريب إلى بلده ووطنه سالما غانما يا أكرم الأكرمين، اللهم اكرم كل غريب في موطنه يا أكرم الأكرمين، اللهم اكرم كل غريب في موقعه يا أكرم الأكرمين، اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب رحمتك مطرودين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين، وصل اللهم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة بإذن الله منزلة. أيها الأحباب، من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، الدعاء دبر كل صلاة، فنتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لنا ولإخواننا المرضى. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الخاشعين. اللهم اجعلنا من الخاضعين. اللهم اجعلنا من المتواضعين. اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم انزغ الغل والحقد والحسد من نفوسنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالثلج والماء والبرد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المأثم والمغرم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم ارحمنا يا رحمن. اللهم استرنا يا ستار. اللهم استرنا تحت الأرض واسترنا فوق الأرض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلهما خالصين لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا. كرمك وفضلك ولا تعاملنا بعدل. اللهم عاملنا بكرمك وفضلك ولا تعاملنا بعدل. اللهم عاملنا بفضلك وكرمك ولا تعاملنا بعدل. واحسن ختامنا يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك. واجعل خير اعمالنا خواتمها. اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك. واجعل خير اعمالنا خواتمها. اللهم اختم لنا منك بسعاده اجمعين. اللهم اختم لنا منك سعادة أجمعين. اللهم اكرمنا عند الموت وبعد الموت. اللهم اكرمنا عند الموت وبعد الموت. واجعلنا عند الموت من الشهادة من السائلين بالشهادة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا عند الموت من الناطقين بالشهادة يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا عند الموت من الناطقين بالشهادة يا أكرم الأكرمين. اللهم ألهمنا النطق بها يا أكرم الأكرمين. اللهم ألهمنا النطق بها يا أكرم الأكرمين. اللهم ألهمنا النطق بها يا أكرم الأكرمين. اكرمنا يا ربنا عند الموت. اكرمنا يا ربنا بعد الموت. يسر لنا حساب الملكين. يسر لنا حساب الملكين. يسر لنا حساب الملكين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. وصل اللهم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين.